تشكل الجبال معظم مساحة الجزء الشمالي من المملكة المغربية، وتتوزع على سلسلتين مختلفتين من حيث التكوين الجيولوجي والارتفاع، وهما سلسلة جبال الريف وسلسلة جبال الأطلس. واليوم سنتعرف معا على جبال الأطلس من زاوية علمية نتعمق فيها بتحليل الجانب الجيولوجي والجيومورفولوجي لهذه السلسلة، بداية من نشأتها ووصولا لأهم مميزاتها وتوزيع القمم الجبلية والمنتزهات الطبيعية بها. سنحاول في هذا التقرير استخدام مصطلحات علمية وجيولوجية مفهومة للجميع، إذن ابقوا معنا وشاهدوا الحلقة كاملة، ولا تنسوا مشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم. تشغل جبال الأطلس المغربية مساحة تقارب 140,000 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 20% من مساحة المغرب، وهي جبال تمتد عبر معظم أجزاء شمال المغرب ووسطه، وتنقسم إلى ثلاث سلاسل جبلية مختلفة تماما من حيث التكوين الجيولوجي والطبيعة الصخرية والطوبوغرافية، وهي جبال الأطلس الصغير والمتوسط ثم الكبير. أقدمها على الإطلاق هي سلسلة جبال الأطلس الصغير، وهي سلسلة يعود تشكلها لحقبة الحياة القديمة والتي تعرف باسم باليوزويك، نتيجة اصطدام الصفيحة الإفريقية بالصفيحة الأمريكية الشمالية في وقت كانت فيه هاتين القارتين مرتبطتين وتشكلان قارة كبيرة واحدة تتوسطها جبال أليغينيا، وهي جبال الأبلاش وجبال الأطلس الصغير حاليا، واللذان كانا أكثر ارتفاعا مما هما عليه الآن. تمتد سلسلة جبال الأطلس الصغير حاليا على شكل عرضي بطول يقارب 600 كيلومتر ومساحة تفوق 50,000 كيلومتر مربع عبر الجزء الأوسط من المغرب، حيث يشكل وادي زيز حدودها الشرقية، في حين تشكل مرتفعات سيدي إفني بالمحيط الأطلسي المنحدرة الغربية لهذه السلسلة. أما شمالا فيفصلها مجرى وادي دادس ووادي سوس عن جبال الأطلس الكبير الذي ترتبط به في منطقة وسطى واحدة توجد بين إقليمي ورزازات وتارودانت. بهذه المنطقة توجد أعلى قمم الأطلس الصغير وهو جبل سيروا الذي يصل ارتفاعه إلى 3,304 أمتار، وهو الجبل الوحيد الذي يتعدى ارتفاعه 3,000 متر بالأطلس الصغير. أما باقي الجبال فارتفاعها يتراوح بين 2,000 و3,000 متر. أما الحدود الجنوبية لهذه السلسلة فهي التي يرسمها مجرى وادي درعا، وهو الجزء الأقل ارتفاعا بها والمشرف مباشرة على حمادات درعا وكتلة الرقيبات بالصحراء المغربية. حسب الطبيعة الجيولوجية فالأطلس الصغير يمكن تقسيمه إلى جزئين يتوسطهما جبل سيروا، جزء شرقي حيث يمتد جبل ساغرو، صخور هذا الجزء ذات أصل بركاني وجباله تمتد عبر معظم أجزاء إقليم زاغورا والجزء الجنوبي من إقليمي تنغير وورزازات. أما الجزء الغربي من الأطلس الصغير فصخوره رسوبية تمتد قممه على أقاليم تيزنيت، تارودانت، طاطا وقلميم، ثم تنتهي بمرتفعات إيفني عند الساحل الأطلسي. أما سلسلة جبال الأطلس المتوسط فهي السلسلة الشمالية التي يفصلها عن جبال الريف ممر تازا فقط، وهي جبال رسوبية مكونة في الغالب من الكلس، تنتمي للحقبة الجيولوجية الوسطى الميزوزويك، وهي أحدث من جبال الأطلس الصغير. يمكن تقسيمها إلى جزئين، جزء هضبي غربي ارتفاعه بين 2,000 و3,000 متر يمتد عبر أقاليم خنيفرة، إفران، الحاجب وصفرو، ثم قسم شرقي هو الأعلى يمتد عبر أقاليم تازا، جرسيف وبولمان، وبه قمة بوناصر الأعلى بهذه السلسلة
بارتفاع 3340 مترا. ما يميز جبال الأطلس المتوسط هي كثافة غطائها النباتي ووفرة المياه بها، إذ تعتبر خزان المياه بالمغرب ومنبع أهم وديان المملكة، وبها أكبر غابات الأرز بالعالم. تمتد جبال الأطلس المتوسط على مساحة تقارب 22 ألف كيلومتر مربع، وبها ثلاث منتزهات وطنية رطبة، وهي المنتزه الوطني إفران وتازكا ثم خنيفرة. أما السلسلة الجبلية الأكبر والأعلى هي التي تتوسط هاتين السلسلتين التي ذكرنا في الأول، وهي جبال الأطلس الكبير التي تمتد على مسافة تقارب 800 كيلومتر من إقليم فيجيك إلى الساحل الأطلسي لإقليم الصويرة وأكادير، عبر مساحة تقارب 60 ألف كيلومتر مربع، وتنقسم إلى ثلاث أجزاء متباينة من حيث الارتفاع. قسم شرقي أقل ارتفاعا يمتد عبر أقاليم الراشيدية، ميدلت وتنغير، يصل لأعلى ارتفاع له بجبل العياشي حوالي 3747 مترا. يتشكل من صخور رسوبية مشابهة للأطلس المتوسط تعود لحقبة الحياة الوسطى الميزوزويك، ويتميز بمناخه القاري الجاف والبارد. وقسم غربي هو الأعلى والأكثر تعقيدا، حيث يتكون من مزيج من الصخور الرسوبية والبركانية، تتعدد الانكسارات بهذا الجزء الذي يمتد عبر أقاليم الحوز شيشاوا الصويرة ثم شمال إقليمي تارودانت وأكادير. يحتوي هذا القسم على أعلى القمم الجبلية بالمغرب، ويصل لأقصى ارتفاع له بتبقال 4167 مترا. أما الأطلس الكبير المركزي فهي الكتلة الجبلية الأكثر اتساعا، حيث ترتبط هذه الجبال بالأطلس المتوسط عبر إقليم بني ملال، وتمتد على إقليمي ورزازات وأزيلال، ليصل أقصى ارتفاع بهذا الجزء لحوالي 4071 مترا بجبل مجون. إن تكوين جبال الأطلسين الكبير والمتوسط حديث مقارنة بتكوين جبال الأطلس الصغير، وهي جبال ناتجة عن تصادم الصفائح التكتونية، إذ تعتبر هذه المنطقة ناشطة تكتونيا بسبب كثرة الانكسارات والصدوع، وبها تحدث أكثر الهزات الأرضية بالمملكة المغربية. كنتم مع حلقة خاصة بجبال الأطلس المغربية، انتظرونا في الحلقة القادمة لنتعرف جميعا على سلسلة جبال الريف، السلسلة الجبلية الثانية بالمملكة المغربية. لا تنسوا مشاركتنا بآرائكم واقتراحاتكم في التعليقات.